المرأة الحائض ورد العفو عنها، مروي عن عائشة وغيرها وعن أكثر كثير من أهل العلم أنه يجوز لها أن تقرأ القرآن من حفظها خوف النسيان. يجوز للمقرئ القرآن ولقارئ القرآن الذي يعني يتعلم القرآن ولمن يراجع القرآن من أجل ألا ينساه، لأن الحيض يتكرر ويأتي كثيرا، فإذا كان منعت المرأة من القراءة أثناء الحيض معنى يتعذر عليها جمع القرآن، ولذلك أبيح لها القراءة من الحفظ لهذه المصلحة. إذا كانت في هذا الباب من هذا الباب يعني من أجل أن تحافظ على ما حفظته، من أجل أن تتعلم وتزيد في الحفظ، فيجوز لها أن تحفظ القرآن، أن تقرأ القرآن من حفظها، ولا يجوز لها أن تمس المصحف عند جمهور أهل العلم. مذاهب الأربعة لا يجوزون لها أن تمس المصحف إلا عند ابن حزم. ومس المصحف الآن يغني عنه الأجهزة، الكمبيوتر والنقال وكذا، القرآن موجود فيها، وهذه ليست مصاحف، النقال ليس مصحفا، حتى وإن كان فيه القرآن وفيه التفاسير وفيه المكتبة الشاملة وفيه الكتب العلم كلها، لكنه لا يسمى مصحف ولا يعطى حكم المصحف ولا يعطى حكم هذه يعني الكتب الشريفة. فيجوز الإنسان أن يصحبه وأن تمسه الحائض وأن يصحبه في يعني بيت الخلاء، كل هذا ليس حكمه حكم المصحف، وذلك يجوز لها أن تقرأ منه.